شيخ أحسن الله إليك، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قوله تعالى: كذبت أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وقال تعالى في آية أخرى: وإلى مدين أخاه شعيبا. فهل مدين هم أصحاب الأيكة؟ أحسن الله إليك. أصحاب الأيكة ليسوا من قوم شعيب، ولهذا قال في قومه أخاهم، وقال في هؤلاء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. لكنهم قوم كلف الله شعيبا أن يذهب إليهم، فذهب إليهم بأمر الله. ومن ثم نعرف ضلال من قال إن قوله وإلى مدين أخاهم شعيبا وما أشبهها إن هؤلاء أخوة له في الإنسانية، وأن الأخوة الإنسانية الشاملة لكل إنسان، فالكافر على تقدير قول هؤلاء يكون أخا لنا، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، بل هي أخوة النسب لأنهم قوم فهم إخوان. ولا يمكن أن نقول إن بني آدم إخوة في الإنسانية أبدا، لأنه لا ولاية ولا أخوة بين المؤمن والكافر.